ما براسك؟ أول حاجة هذه فرصة سعيدة اللي خلتني زعما ندوز معكم في مجلس أصوات ونزيد نوصل صوتي للبيبليك اللي شايق فيا. اسم ديالي هو زكريا المجدوبي واللقب روني. كنسكن في مدينة سهلة، عندي 22 عام. كيفاش بديتي الراب؟ بديت الراب صراحة كنت باقي شوية صغير، كنتمزك اللي زي مسي اللي عندنا هنا في المغرب اللي كبار دابايا، كنا جاي نتمزكو لهم باش كنا صغار وكانوا كيعجبونا وما كرهناش، كانت عندنا شي حنا واحد فهمتي واحد الطاقة كنا بغينا نفرغوها في الدومين هذا فهمتي. تانتا شي كتاب كتانسبيرا منهم بزاف ديال الحوايج وبقاش غادا بحال هكا لقيت راسي شان راب. منين كتاخد لانسبيراسيون؟ صراحة الانسبيراسيون كنحاول ناخدها من جروبات اللي قدام اللي بحال ناس الغيوان مشاهب، المهم قناوة عاد لي ستيل هادو اللي نقارضو بزاف اللي ولاو فهمتي ما بقاوش كيتمسكو ليهم بزاف وكتعجبني انسبيرا منهم. واش عمرك خديتي شي دعم من الاقارب او الاسره ديالك؟ الصراحه لا، كنحاول دعم راسي براسي وعمر زعما جا شي دعم شي واحد. شنو الاهداف ديالك من هاد الدومين؟ صراحة الهدف ديالي هو دوك الناس اللي يشيقوا فيا يبقاو يشيقوا فيا، حيت ان شاء الله بزاف د الحوايج غيجيو زوانين وعمري غادي نخيب الظن ديالهم. و المهم فهمتي داكشي اللي كيبغوني نديرو راه كنديرو وكنوصل لهم ميساج بكاع الاساليب. كي كيجيك الراب في المغرب؟ صراحة الراب في المغرب غادي مزيان فهمتي بارابور دول اللي كيف ما كنقولوا جيراننا، حنا راه متصدرين من الاوائل وفهمتي ناس كتخدم برودويات زوينين كيخرجوا برودويات زوينين، ناس كتخدم كاليتي زوينه، يعني داكشي ولا غادي بواحد السرعه زوان. مع من كتخدم؟ كنخدم مع واحد الانسان اللي بغيت نشكره بزاف اللي هو الايجل، هو اللي كنسجل عنده لي تراك ديالي بيك ديديكاس ليه من هذا المنبر. واللي كيصور لي كنت كنصور عند واحد السيد اللي سميتو الطاهري، مي اخر بروجي صور شو عند واحد الدري حمزه هوالي اللي تيسكن في قنيطره، بغيت نشكرو من هذا المنبر حتى هويا وتحياتي ليه. شكون الرابور اللي تبغي تخدم معاه؟ صراحة تنحترم كاع الواب زعما ديال المغرب، ما عندي زعما مشكل نخدم مع اي كلشي واحد اللي كيدير الراب فهمتي، ما كيديرش شي حاجه من غير الراب. واللي عمرك تخدم معاه؟ ومش نقول لك ما عندي زعما مشكل مع حتى شي واحد عادي فهمتي، كيكونوا دي كلاش فهمتي تيكون جيم يعني نقدر نشوفه في الزنقه نهضر معاه عادي بحال ما كاين والو ثانو فهمتي، كنحترم اي واحد وما عنديش مشكل مع حتى شي واحد. شنو الصعوبات اللي لقيتي في هاد الدومين؟ الصعوبات اللي لقيت في هاد الدومين شنو نقول لك، ما كاينش سبورت من غير زعما الناس اللي كيشيقوا فيك مثلا ولاد حومتك عائلة ديالك الدراري اللي بداو معايا من الاول بحال واحد الصاط اللي كثر من خويا اللي هو زكريا ابري، بغيت نقول ليه تاو تحياتي من هذا المنبر اللي من نهار بديت هو معايا وفي جنبي وبزاف ديال الحوايج بغيت نشكره من القلب الخالي. واش عندك شي جديد في الالبوم ديالك؟ صراحه ما عنديش البوم خدام عليه، عندي او بي خدام عليه اللي المناجر مكلف بها اللي شي كومبوزي لي زانستري ديالي وداكشي، يعني اللي غادي تكون الخدمه نقيه ديال بصح يقدروا يكونوا فيها فيتشرينغ، مي تنحاول نركز على شي حاجه اللي سولو حيت باغي نطلع راسي براسي ما تنتسنى زعما ما عند شي واحد شي حاجه. و المهم هادشي اللي كاين، ترقبوا الجديد ان شاء الله. كلمه اخيره ترقبوا الجديد، غادي شي حاجه اللي زوينه وان شاء الله فهمتي غنبقاو غاديين بواحد لاطاب لي زوينه وكاع البروجيات اللي غيتخدموا غيتخدموا بكاليتي زوينه. وتنشكر جريده اصواش اللي تحت لي هاد الفرصه اللي ندوز معاكم والصوت ديالي يدوز عند البيبليك ونكبروا ان شاء الله كامل. هاي
كتشمني سميرة فاش كنشوفك تضرب شمرة واخا ما عنديش اني نصوفك مرحبا بيك في زون العملة قررتني الوليد صبر في الدنيا ماشي داب نصحتني من الدياب ديال اليوم من البارح راه كانوا صعب احسن حاجة كنشوفها في خويا الصغير مبسطة كيما جاتش توحش مسكين الفرحة فاش كيقول لي يا خويا حل باب المي ما راجاش وانا السنة نجيبو حرام كيف الوقت شبواش مي نفسي كتقول لي يا عيش راجل وشو شنو غادي ما في الافات صاحبي يا yeah.